Salam alaikum, c'est le chef Lawel. Ce qui est le point de la recette, les croissants. Hwadja, 125 grammes, poimen, d'eau, 50 grammes, oifkem, 6 grammes, laliver, 10 grammes, miel, 20 grammes sucre, 5 grammes de sel, 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre. Voilà, on va commencer. On va faire la livrée. Mais la livière dans nos scoles, c'est un chouïa ouïfke dans nos amen et nous j'adhère une chota de l'arsenal de la douane dans nos thémentes. نخلطها هي في الداخل الملح تندير الطاسية هذا نوع لافارين الخدمة شطه شطه Voilà, on va s'en au dîner, le beurre. Ok, voilà. تسخن معيك وكيكيم التالا صافي نجي دير واحد سنس سوايع بعد تزيد كسا هاذي اما دسكان غاتي غاتسبو تسخن معيك وكيكيم هنا في سنس سوايع راح تغمى التالا صافي نجي دير تزيد دير غمات تسلسا لك فريش دي اسن سوايا مبادة تدكسا الدماغتورة غوديني اسخد مغاكا مبادة اسخد مغاكا هاتي 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 الدماغ شطح الدماغلا اسكسر غريدي الدماغلا غاكا التصمت هاتي الدماغ 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 C'est un requin. Maïe quoi qu'il y a ici. Ici, il y a un requin. C'est un requin. C'est un requin. C'est un requin.
سوداء هكا. انا هذا اما دفع جدا سويت جدا ثم زيد عن حلو بقى هكا سوداء هكا. انا هذا اما دفع جدا سويت جدا هاتي ثلاثة خدم 15 دقايق ضامنة تسد كسا هاتي تقوم غير هكا هاتي تقوم غير هكا كي ضامنة هاتي نسخن غير هكا هاتي ثلاثة تضبقا ضامن تضبقا هكا هكا سنو هكا تضبقا هكا سنو هكا كي هاتي هاتي هذا عنا طبقة هاتي بالطريقة هكا هكا نسالو هكا نسالو هكا هاتي هاتي ثلاثة اسبليير داين ديرنيير كيكي سنو هكا زدنو هكا تجا هاذي تجا قفي جدا من بعد دارتي الدماغ ياخدن الساد النفس ثورا غاس نخدم افارس تمللت غاس نخدم هاكا كيكا افارس تمللت ديا هاد الكوشة الشعر تجي غنولي هنا بقى على خير على فيديو بروشان ان شاء الله.